محاضره النهارده ان شاء الله بعنوان حاجه اسمها فيسيولوجي اوف بايل بيجمنت ميتابوليزم اند جونز. فيسيولوجي اوف بايل بيجمنت ميتابوليزم اند جونز. زي ما احنا متعودين مع بعض ببدا بالانترودكتوري كيس. واضح من الصوره اللي قدامي ان في طفل اهو لونه مصفر اهو، الجلد يلوش والسكليره يلوش، في يلوش ديسكلاريشن وفي سكن اند ميوكاس ممبرين لا يقول عليها جوندس. الحاله بتقول ايه؟ 2 days after birth a newly born infant appeared jaundice. يعني العيل كان مولود كويس وكل حاجه، لكن بعد يومين من الولاده بدا تظهر على الصفر. His bilirubin concentration was 7.5 ملي جرام بير ديسيليتر. الحاله عباره عن نيونيتال ايه؟ جوندس. طيب يبقى انا في مصطلحين كده عايز اخد بالي منهم. في حاجه اسمها بيلوروبن وبيديني كونسنتريشن لها اهي، وفي حاجه اسمها جوندس. يبقى انا عايز اعرف البيلوروبن ده ايه؟ بيتكون ازاي؟ اللي هي البايل بيجمنت ميتابوليزم، والنورمال ليفل بتاعه في الدم قد ايه؟ واعرف يعني ايه جوندس وانواعها ايه. من الحاله بطلع الليرنينج اوبجيكتيفز او الاهداف بتاعتي. ديسكرايب steps of bile pigment formation، ثم define jaundice and enumerate its types، ثم explain hemolytic jaundice، compare hepatic and obstructive jaundice، وclarify physiological jaundice. نبدأ بالبايل بيجمنت. أنا أتكلم على البايل بيجمنت الميتابوليزم أو بقول على steps of bile pigment formation. خطوات بنمشيها خطوة خطوة. دايما بقول لكل شيء إذا ما تم نقصانه فلا يغر بطيب العيش إنسانه. هي الحياة كما عاهدتها أمم، من سره زمن ساءته أزمانه. الأربسيز ما بتكبر في السن، احنا عارفين لايف سبان بتاعتها 120 يوم. لما بتكبر في السن بتحصل لها ايه؟ بترابشر، تنفجر ويبدا يحصل ميتابوليزم للهيموجلوبين اللي فيه. يبقى هيموجلوبين فروم اولد رابشرد ار بي سيز هيتحول لايه؟ الهيموجلوبين هيتحول للشقين بتوعه، هو عباره عن هيم وجلوبين. الهيم ترانسفورمد انتو بيلروبين ويتش انترز بلازما اس فري بيلروبين اند اير. والايرن بيستخدم في اعاده التدوير، اعاده تصنيع الار بي سيز. والفريبيلروبين هيمشي في سكته اللي هنتكلم عنها حالا. والجلوبين هيستخدم في ايه؟ في الامينو اسيد بو برضك عشان يصنع لي ايه؟ بروتين تاني. يبقى دي اول حاجه، الار بي سيز حصل لها ربشر، خرج الهيموجلوبين، اتقسم لجزئين هيم وجلوبين. الجلوبين هنعيد تدويره واستخدامه، والهيم اتحول للجزء اللي هو البروتوبرثرين اللي هيعمل لي بعد كده الفري بيلروبين. والايرن اللي هو كان موجود في الفيروس فورم هيعاد استخدامه في تصنيع الار بي سيز. نفس الكلام اهو باين عندي في الصوره هنا كده اهي. يبقى انا في الريتيكولو اندوثيليال سيستم، يبقى اول خطوه عندي في الريتيكولو اندوثيليال سيستم زي السبلين مثلا، هيحصل لايسز او ديستراكشن اوف ار بي سيز انتو ايه؟ هتتكسر رابشر وهيطلع لي الهيموجلوبين. الهيموجلوبين يديني جلوبين اللي هيدخل في الامينو اسيد بول، والهيم. الهيم هيديني ايرن هيستخدم في الار بي سي سينسيس، والبيلروبين. البيلروبين هيدخل على فين؟ على البلازما. في البلازما هيبايند تو البيومين ان بلازما عشان يعمل لي حاجه اسمها هيمو بيلروبين. والهيمو بيلروبين ده ايه؟ ووتر انسوليوم. كلام جميل. يبقى اما ارجع كده مرجعنا تاني اهو، يبقى انا اتكلمت في ريتيكول اندوثيليال سيستم ايه اللي بيحصل؟ في البلازما الفري بيلروبين بايندز تو البيومين تو فورم هيمو بيلروبين اللي هو اندايركت اور انسوليوبل بيلروبين، وبيتشال بواسطه الايه؟ الالبيومين بصوره هيم البيومين ليه؟ وهيمو هيمو بيلروبين ليه؟ تو بريفنت بيلروبين فروم فلتريشن فيا رينال اور سيريبرال كابيلرز، علشان هذا الفري بيلروبين
ما يروحش يتفلتر في الرينال تيوبيو وما يروحش يتفلتر في سيريبرال كابيلاس ويعمل كوارث. يبقى انا اتكلمت في ريتيكولو اندوثيليال سيستم ايه اللي بيحصل وفي البلازما ايه اللي بيحصل. طيب هل الهيموجلوبين هيضل في البلازما مش هيتحرك؟ لا هيتحرك مع البلازما وهيروح لفين؟ هيروح للليفر. انا قلت الهيموجلوبين ده عباره عن انسولوبل بيلوروبين او اندايركت بيلوروبين او انكونجوجيتد بيلوروبين. هيروح الليفر هياخده، بس قبل ما ياخده يخليه يسيب الايه الالبيومين في الدم ويدخل الفري البيومين لمين؟ للليفر. في وجود انزيم اسمه جلوكونايل ترانسفيريز البيلوروبين افتر ليفنج البيومين ان بلازما زي ما قلنا هيحصل له كونجوجيشن، هيمسك في مين؟ في البيلوروبين داي جلوكورونيد داي ايه جلوكورونيد عشان يبقى اسمه كونجوجيتد او دايركت او سوليبل بيلوروبين او كل بيلوروبين. يبقى تاني في وجود انزيم في الكبد اسمه جلوكورونايل ترانسفيريز البيلوروبين هيحصل له كونجوجيشن مع البيلوروبين عشان يكون لي حاجه اسمها بيلوروبين داي جلوكورونيد اللي انا بقول عليه كونجوجيتد او دايركت او سوليبل بيلوروبين او بقول عليه ايه كول بيلوروبين. طيب هذا الكول بيلوروبين هيدنه في الليفر؟ لا هيسيب الليفر وهيمشي مع البايل في البيليا 3 عشان يروح لفين؟ للانتست. يبقى لما ابص تاني على الصوره اهو وصلنا لحد فين؟ ده وصلنا لحد الليفر. الليفر خد الايه البيلوروبين فري بيلوروبين من هيم بيلوروبين ساب الالبومين اهو في البلازما وخد البيلوروبين حصل له كونجوجيشن ويز جلوكورونيك اسيد اللي هو الداي جلوكورونيت عشان يعمل لي ايه كل بيلوروبين او بقول عليه كونجوجيتد بيلوروبين او بقول عليه دايركت بيلوروبين او سوليابل بيلوروبين. كل دوت بقى اللي هو هذا الكونجيجيتد بيلوروبين هينزل مع البايل لحد ما يروح الانتستين. في الانتستين ايه اللي هيحصل؟ هيلاقي بكتيريا. وفي وجود البكتيريا وبالبكتيريا الانزيم هذا الكول بيلوروبين يتحول ليوروبيلينوجين. اليوروبيلينوجين بيحصل له ايه بقى؟ 70% منه بينزل في الاسطول على هيئه ستيركوبيلينوجين. اللي هو اول ما يشوف الهواء يتحول لستيركوبيلين وده السبب ان الاسطول بيبقى براون. طب 30% من اليوروبيلينوجين بيحصل له ريابزوربشن من الانتست هيدخل في الانتيرو هيباتيك سيركوليشن عشان يروح للليفر ويعاد ها الاكسكريشن بتاعه. جزء من اللي حصل له ريابزوربشن ده هو بيدخل في الدم لان انا عارف ان هو ايه سوليبل يدخل في الدم وهذا اليوروبيلينوجين يروح للكيدني وينزل في اليورين ويحصل اكسديشن اول ما يخرج الهواء اللي يتحول ليوروبيلين وده السبب ان اليورين ايه يلو. يبقى اما ارجع كلامي تاني اهو التكرار بيعلم الشطار. في الانتستين ايه اللي هيحصل؟ اللي هو الفيت اوف بايل بيجمنت ان انتستين الكول بيلوروبين هيحصل له ريدكشن ماي بكتيريال انزيم انتو يوروبيلينوجين. وهذا اليوروبيلينوجين 70% منه از لوست ان ستول از ستيركو بايلينوجين ويتش از اوكسيدايزد تو ستيركو بايلين. اول ما اشوف الايه الهواء على طول فيتحول لبراون كلر يديني البراون كلر في اوف ستول. والفوليوم بتاعه بيبقى كام؟ من 50 ل 250 ملي جرام بير دي. ده اللي بيفقد في الاستو. طيب ال 30% اللي فاضلين من اليورو بايلينجن هيحصل له ري ابزوربشن تو ذا ليفر ويدخل في الانتيرو هيباتيك سيركوليشن واجيد يلف ويرجع للانتست ويمتص ويعد امتصاص للليفر وهكذا بقت دايره مغلقه. سم اوف ذا ري ابزوربد بيلوروبين اللي هو اليورو بايلينجن ده باس فروم ذا بلاد اند اكسكريتد باي ذا كيدني از يوروبيلينوجين. اول ما يشوف الهواء يحصل له اوكسيديشن ليوروبيلين وده اللي بيديني اليلوش كلر اوف ايه؟ اوف يلو. يبقى بالتالي هدخل اقول السيركوليشن تاني على الصوره او الفيت ده على الصوره خطواته خطوه خطوه وارجع للسلايد اللي قبلتها على طول بعد ما اخلص السلايد. يبقى
تبقى تاني تكرار بيعلم الشطار. الار بي سي لما تبقى اولد بيحصل لها لايسنس في الريتيكول اندوثيليا سيستم زي الاسبرين. حصل ربشه من الار بي سي هيطلع الهيموجلوبين. الهيموجلوبين يتكسر لحاجه اسمها هيموجلوبين. الجلوبين هيدخل في الامينو اسيد بول عشان يعاد استخدامه. والهيم انا عارف ان الهيم ده بيتكون من ايه؟ ايرن وبروتوبرفرين. هيتفصل ايرن وبروتوبرفرين. الايرن هيدخل بقى في الار بي سي سينسس تاني. والبروتوبرفرين هيديني ايه؟ هيديني البيليروبين اللي هيقوم داخل على البلازما. هذا الفري بيليروبين يدخل على البلازما يمسك في الالبومين عشان يعمل لي حاجه اسمها هيمو بيليروبين اللي انا بقول عليه انكونجوجيتد بيليروبين او اندايركت بيليروبين او انسوليابل بيليروبين. هيمشي في البلازما او في الدم بهذه الصوره. يوم رايح على الليفر يقول للشيال بتاعه اللي هو الالبومين شكرا سيبني بقى ادخل للليفر عشان يحصل لي كونجوجيشن. هيدخل للليفر وجود الجلوكورونيك اسيد هيحصل له كونجوجيشن ليه؟ السوليابل ها السوليابل بيليروبين او بقول عليه كونجوجيتد بيليروبين او الدايركت بيليروبين او بقول لك كول بيليروبين. هذا الكونجوجيتد بيليروبين او الكول بيليروبين عن طريق البايل هينزل للانتستين. في الانتستين الفيت بتاعه ايه؟ في وجود البكتيريا الانزيم بيتحول ليوروبايلينوجين. طيب اليوروبايلينوجين ده نهايته ايه بقى؟ قال لك 70% منه بيتحول لستيركوبايلينوجين اللي هينزل في الاستول. قال لي اول ما يشوف الهواء يتحول لستيركوبايلين وده السبب ان الاستول لونه براون. امال ال 30% اللي فاضلين من اليوروبايلينوجين هيحصل له ري ابزوربشن او ابزوربشن. منين؟ من الانتست. هيدخل في الدم. يدخل في الانتيرو هيباتيك سيركوليشن. عشان يروح لايه؟ للليفر. ما اسمه انتيرو هيباتيك. انتيرو يعني انتست. هيباتيك يعني ليفر. انتيرو هيباتيك سيركوليشن يعني السيركوليشن اللي ما بين الانتست والليفر. يوم يوصل للليفر تاني ويرجع ينزل في الباي يروح للانتست امال الليفر وهكذا بقى الدايره مغلقه. لكن جزء منه من هذا اليوروبايلينوجين اللي دخل الدم يقوم رايح على الكدني ويحصل له فلتريشن وينزل في اليورين. واول ما يشوف الهواء يحصل له اكسديشن يتحول يوروبايلين وده السبب اللي لون الايه؟ اليورين يلو. من البايل بيجمنت ميتابوليزم ده واضح ان البايل بيجمنت اللي موجوده في البلازما هتكون ايه؟ ايه اللي اتوقع ان انا الاقيه في البلازما؟ الهيموجلوبين ده اساسي لان انا قلت عليها ديت الايه؟ ديت الدايركت او الانكونجوجيتد بيليروبين. ممكن الاقي الكول بيليروبين او كونجوجيتد بيليروبين. ممكن الاقي اليوروبايلينوجين. طيب امال اللي في اليورين؟ اللي في اليورين يبقى في حاجه اسمها يوروبايلينوجين ومعاه كونجوجيتد بيليروبين. اللي في الفيسز ممكن ستيركوبايلينوجين ومعاه ايه كمان؟ الكونجوجيتد ايه؟ بيليروبين. يبقى انا كده اتكلمت على الجزء الاولاني في محاضره النهارده اللي هي الايه البايل بيجمنت ميتابوليزم ستيبس اوف بايل بيجمنت فورميشن. عرفنا بيحصل ايه في الريتيكول اندوثيليا سيستم زي الاسبرين. عرفنا البلازما بيحصل فيها ايه؟ الليفر بيحصل فيه ايه؟ وفي الانتستين ايه اللي بيحصل. الجزء الثاني في المحاضره حاجه اسمها جوندس او بقول عليها اكتراس. يهمني اعرف فيها ايه؟ ديفينيشن هي الكوزس والتايبس بتاعتها. ديفينيشن يعني ايه جوندس او اكتراس؟ زي ما شفنا في الصوره هي عباره عن يلوش ديسكالريشن او يلوش كالريشن وفي سكين اند ميوكاس ممبرين كوزد باي هايبر بيليروبينيميا يعني البيليروبين عالي قوي في الدم. الويتش بيليروبين ليفل انز بلازما از مور ذان 2 مللي جرام برسن يعني اعلى من 2 مللي جرام برسن. هو النورمال بيليروبين ليفل كام؟ من 2/10 ل 8/10 مللي جرام برسن. ده الارقام تتحفظ زي اسم. يبقى انا لو قلت مثلا واحد الايه؟ البلازما بيليروبين بتاعته 10 مللي جرام في البرسنت يبقى دي هايبر بيليروبينيميا. طب واحد الايه؟ البيليروبين ليفل في الدم بتاعه 5/10 مللي جرام برسنت يبقى ده نورمال. طب ايه هي الكوزز اند تايبس اوف
جوندس او اكترس. في اسباب قبل الليفر بقول عليها بري هيباتيك جوندس اللي انا بقول عليها هيباتيك جوندس. وفي اسباب في الليفر نفسه بقول عليها هيباتيك او بقول عليها انترا هيباتيك كوليستيزيس او بقول عليها توكسيك جوندس. ممكن يحصل الجوندس نتيجه اسباب بعد الليفر بقول عليها اوبستراكتيف او بوست هيباتيك او اكسترا هيباتيك كوليستيزيس جوندس. ناخدهم نوع نوع. انا وانا بشرح الجوندس دايما بشرح نظرية الحنفية والحوض. هطبق نظرية الحنفية والحوض ديت على الثلاث انواع الاساسية اللي عايز اتكلم عنهم في الجوندس. هبدأ بالهيموليتيك او البري هيباتيك جوندس. هنا النظرية الحنفية والحوض بتقول لي انا فتحت الحنفية على الاخر وكانت المية سريعة قوي، الحوض سليم، الحوض هيمثل بالليفر، الليفر سليم، والانابيب اللي خارجه او الانبوبه اللي خارجه او التصريف بتاع الحوض سليم، لكن الحنفيه هي اللي مفتوحه في على الاخر، عشان كده الميه بتقع في الشارع. يبقى الميه تقع في الشارع امتى؟ اول سبب نظريه الحنفيه والحوض ان انا فاتح الحنفيه على الاخر. فاتح الحنفيه على الاخر يعني ايه؟ يعني انا قاعد اكسر في ار بي سيس كتير قوي 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 قوي، وانا عارف ان البلوروبيت ده بيكون نتيجه تكسير الار بي سيس، فمعنى ان انا قاعد اكسر في الار بي سيس جامد، يعني انا هكون بلوروبين كتير وانا فتحت الحنفيه، عشان كده بقول عليها هيموليتيك او بري هيباتيك جوندس. يهمني اعرف الكوزس بتاعتها، الباثوجينيسيس، الكلينيكال بيكتشر، والانفستيجيشنز في البلاد ايه الصوره، في اليورين ايه الموضوع، وفي الفيسز هلاقي ايه. اول حاجه الكوزس، انا قلت اسمها هيموليتيك جوندس او بقول عليها بري هيباتيك جوندس. هي هيموليتيك يعني الاسباب بتاعها اكسس ار بي سيز ديستراكشن او لايسيز او هيموليسيز، الار بي سيز قاعده تتكسر زياده عن اللزوم. واحنا بناخد في البلاد كان حاجه اسمها هيموليتيك انيميا درسناه. الحاجات اللي تعمل هيموليتيك انيميا هي اللي بتعمل هيموليتيك جوندس. زي ايه؟ زي حاجه اسمها اريثرو بلاستوسيس فيتاليس، زي حاجه اسمها هيريديتري سفيروسايتوز كلمنا عنها فين؟ في البلاد. حاجه اسمها السراسيميا، يعني البحر الابيض المتوسط. بعض الادويه زي السلفه، كل دي بتعمل هيموليتيك انيميا وبالتالي تعمل هيموليتيك جونز. الباثوجينيز زي ما قلت لك نظريه الايه؟ الحنفيه والحوض. انا فتحت الحنفيه على الاخر. الريت اوف فورميشن اوف بيليروبين اكسيدز ريت اوف هيباتيك ابتيك. يعني الار بي سيز بتتكسر بكميات مهوله فبيطلع بيليروبين كتير اكتر من معدل الكبد انه ياخد هذا البيليروبين وايه؟ ويحوله للبيليروبين. والنتيجه لكده ان الهيموبيليروبين بيعلى، يبقى الهيموبيليروبين في الدم عالي. ونود فيوز تو يورين بيكوز ات از ايه؟ كاريت اون البيومين. فبالتالي ايه؟ بيعلى في الدم لكن ما ينزلش في اليورين. طيب الكلينيكال بيكتشر اوف ذا كوز، انا قلت غالبا دي هيموليتيك انيميا، يبقى انا هلاقي في انيميا الار بي سيز قاعده تتكسر كتير. وطالما الار بي سيز بتتكسر كتير يعني مين اللي شغال زياده عن اللزوم؟ بالنسبه لي لما الواحد يكون بيشتغل بايديه لها عضلاته قويه لانه قاعد يشتغل كتير، فالسبلين لما يشتغل كتير هيتضخم يبقى في سبلينوميجالي. وطالما ان السبلين شغال كتير والبالبيجمنت كتير وكده عرضه ان يتكون حاجه اسمها جولستونز اللي هي الحصوات بتاعت المراره. بس في الحاله ديت مفيش اتشينج لان البايل ايه؟ سولتس مش عاليه ما دخلتش في الدم، يبقى نو اتشينج. يبقى الكلينيكال بيكشر هلاقي في انيميا سبلينوميجالي جولستونز وهلاقي نو اتشينج. طب الانفستيجيشنز اشخص الهيموليتيك جوندس ازاي؟ بشخصها زي ايه الانفستيجيشنز بتاعتي؟ يبقى في حاجه اسمها ايه؟ انفستيجيشنز، اشوف البلط، اشوف في ايه؟ اشوف اليورين في ايه؟ اشوف الفيسز او الاستول فيها ايه؟ اول حاجه البلط. البلط هلاقي ان فيه هيموليتيك انيميا، مانيفستيشنز والسانز بتاع الهيموليتيك انيميا. هلاقي في زياده في الهيموبيلوروبين اللي هو وتر انسوليبل،
وهلاقي حاجه اسمها اندايركت فاندنبرج رياكشن، هنتكلم عنها كمان شويه. ايه الفاندنبرج ده بسرعه؟ كلمتين بعد شويه. طب ما اقولها بالمره، هقولها بالمره اهي. ايه هو الفاندنبرج رياكشن عشان برضك نتخيل احنا بنتكلم في ايه؟ الفاندنبرج رياكشن هتكلم عليه في الثلاثة تايبس اوف جوندس. اولا في الهيموليتيك جوندس ايه اللي بيحصل، وقبلها في الاوبستراكتيف ايه اللي هيحصل، وبعدها في الايه في الريلاتوسيلير جوندس ايه اللي بيحصل. في الهيموليتيك جوندس بلاقي ان الهيموبيلوروبين رياكت وذ حاجه اسمها ديازوري ايجنت، بس انت اونلي افتر سيبريشن فروم البومين باي ميثايل الكحول، ولذلك بقى له اندايركت رياكشن. يعني ايه؟ قال لك خلي بالك، انا عارف ان الهيموبيلوروبين ده انسوليبل، لكن الكولبيلوروبين سوليبل، ففي ريجنت اسمه ديازوري ايجنت لما بينضاف للكولبيلوروبين بيحصل رياكشن يديني ايه؟ بينك كالر. فبقول عليه دايركت رياكشن، وده بيظهر لما بيزيد الكولبيلوروبين زي في الاوبستراكتيف جوندس. يبقى في الاوبستراكتيف جوندس اللي هنجيب سيرتها كمان شويه بلاقي في حاجه اسمها دايركت فاندنبرج رياكشن، نتيجه ان اللي زايد في الاوبستراكتيف جوندس الكولبيلوروبين، ونتيجه ان الكولبيلوروبين سوليبل وتر سوليبل فبيرياكت دايركتلي ويز دايزوري ايجنت او الايرلخس ايجنت عشان يديني بينك كالر، ولذلك بقى عليه دايركت رياكشن، وده اللي خلاني سميت الكولبيلوروبين دايركت بيلوروبين. لكن في الهيموليتيك انيميا الهيموبيلوروبين الفري بيلوروبين ماسك في الالبيومين فنخليه انسوليبل، فعلشان يدي الرياكشن لازم الاول اضيف ماده تعمل ايه؟ تعمل سيبريشن للالبيومين من البيلوروبين، الماده ديت اللي هي الميثايل الكحول. يبقى لازم اضيف ميثايل الكحول الاول علشان يفصل لي الالبيومين من البيلوروبين، وبعد كده استخدم الدايزوري ايجنت او الايرلكسري ايجنت فيديني البينك كالر. عشان كده بيقول عليه اندايركت رياكشن او اندايركت فاندنبرج رياكشن. في الهيباتوسيلر جوندس زي ما هنقول حالا بلاقي اللي زايد في الدم الاثنين الهيموبيلوروبين والكولبيلوروبين، عشان كده ايه اللي بيحصل؟ قال لك خلي بالك لما يكون الاثنين زايدين اللي هو الهيموبيلوروبين والكولبيلوروبين زايدين في الدم زي في حالات الهيباتوسيلر جوندس، اما اضيف الدايزوري ايجنت او الايرلخسري ايجنت هيديني ايه؟ هيديني بينك كالر، بس يبقى فاتح شويه بينك كالر وذ دايزوري ايجنت، واللون بتاعه يزيد لو انا ضفت الالكول. عشان كده بقول عليه باي فيزيك رياكشن، باي فيزيك رياكشن، لان في دايركت وفي اندايركت. يبقى نرجع كده بقى مرجع تاني للفسيولوجي للهيموليتيك ايه جوندس، عرفت يعني ايه اندايركت فاندنبرج رياكشن؟ يبقى لازم اضيف ميثايل الكحول الاول عشان يعمل سيبريشن الالبومين فروم هيمو ايه بيلوروبين، وبعد كده ايه اضيف اللي هو ايه الدايزوري ايجنت او الايرلوكسري ايجنت عشان يديني بينك كالر. يبقى التشينج اللي في البلد هلاقي فيه صوره الهيموليتيك انيميا، هلاقي فيه زياده في الهيموبيلوروبين او الووتر انسوليبل بيلوروبين، ايه وبالتالي في اندايركت فاندنبرج رياكشن. طيب اليورين اخباره ايه؟ هلاقي في اليورين فيه يوروبايلينوجين ماشي، وبيبقى اليورين في البدايه لونه فاتح عادي، لونه نورمال عادي. ليه؟ لان في الاساس الكولبيلوروبين في الاول في بدايه المشكله بيبقى عادي، لكن بعد كده هيزيد نتيجه ان الكبد هيشتغل زياده بعد كده ويسحب، لان الخامه متوفره، الخامه اللي هي الهيموبيلوروبين، هياخد البيلوروبين الفري بيلوروبين من الهيمو يسيب الالبومين في الدم ويبدا يحوله للكولبيلوروبين اللي هيتحول بعد كده في التست اليوروبايلينرجي. يبقى في البدايه اليورين في حاله الهيموليتيك ايه جوندس بيبقى نورمال كالر يورين ات فيرست، زين يوروبايلينوجين از اوكسيدايز تو يوروبايلين جيفنج ايه دارك براون يورين، هيبقى غامق بس بعد شويه، الاساس في البدايه يبقى فاتح بعد شويه هيبقى غامق. الفيسز هتبقى ايه؟ ها؟ ديب براون
دارك ديب براون. ليه؟ لان زاد الستيركو باي ليه؟ لان خلي بالك الخامه زي ما قلت ايه زادت، اللي هو الهيموبلوبين زاد، والهيموبلوبين زاد هيخلي الكبد ياخد بزياده فيصنع لي ايه؟ كولبلوبين اللي هينزل على الانتست، جزء كبير منه هيتحول لستيركو باي ليه. لما ابص على الصوره اللي قدامي ادي نظريه الحنفيه والحوض، زي ما قلت الحنفيه مفتوحه زياده عن اللزوم، الحوض سليم والتصريف سليم، ولكن كمان الحنفيه مفتوحه زياده عن اللزوم هتوقع. يبقى بلاقي السبب زي ما قلت انكريز ار بي سيز لايسيز زي الارثوبلاستوس فيتاليس والهيريديتاري سوسايتوس وثلاسيميا وبراكس زي السلفا والباثولوجي. عرفت ان البلوروبين فورميشن اكتر من الهيباتيك ابتيك. الانفستيجيشن وجدت ان الهيموجلوبين في الدم زاد وفي امبايركت لاندنبرج رياكشن. نورمال كالر ديورن الفيرست انديزين بيكامز دارك براون او ديب براون. بيزيد للسيركو بايلين انفيسز وبلاقي فيه دارك براون فيسز. النوع الثاني من الجوندس حاجه اسمها هيباتيك او انترا هيباتيك كوليستيزيس جوندس او بيقول عليها توكسيك جوندس. هنا بقى المشكله في الكبد نفسه. محتاج اعرف اسبابها ايه؟ الكوزس، الباثوجينيسيس، الجينيكال بيكتشر والانفستيجيشن. لما تكون المشكله في الكبد هتديني خليط ميكس ما بين صوره الهيموليتيك انيميا والابستراكت الهيموليتيك جوندس والابستراكتيف جوندس زي ما هنشوف حالا. يبقى اسباب الهيباتيك جوندس ان ممكن يكون في ديسيزد هيباتيك سيلز زي في الهيباتيتس، زي الليفر سيروزس، زي بعض الادويه، زي البريجنانسي. مع البريجنانسي ممكن يحصل هيباتيك جوندس. الباثوجينيس اللي خلي بالك ركز معايا، المشكله في الهيباتيك جوندس ايه؟ زي ديسيز ليفر سيلز كانت ابتيك اول هيموجلوبين، وبالتالي ات از انكريز ان بلاد. يبقى الهيموجلوبين هيزيد في الدم في الاول ليه؟ لان الليفر تعبان مش قادر ياخد كل الهيموجلوبين اللي موجود في الدم، فبيخلي الهيموجلوبين يتطور في الدم شويه فيزيد في الدم. بس في نفس الوقت الديسيز ليفر لو في انفلاميشن بيؤدي الى اوبستراكشن اوف سم كاناليكولاي اللي موجوده في الليفر ويز باك ديفيوجن اوف كولبلوبين تو بلاد. يعني خلي بالك المشكله بقت هنا في الحوض، الليفر اللي تعبان يعني الحوض هو اللي فيه المشكله. لو تخيلت صوره زي دي، انا عندي المشكله هيباتيك جوندس هي مشكله في الحوض، الار بي سيز عاديه ما بتتكسرش زياده عن اللزوم والتصريف سليم، لكن الحوض وليكن صغير مثلا او مكتوم كاتمه صغير، هلاقي فيه ايه؟ هلاقي فيه خليط، هيوقع خليط من الهيموجلوبين لان مش هياخده، مش هياخده بالكميه المناسبه فيزيد في الدم. وفي نفس الوقت الليفر نفسه اللي هو الحوض نفسه مقفول مكتوم، جزء منه مكتوم يعني ما بيصرفش بكفاءه، فيخلي جزء من اللي اتكون عنده اللي هو الكولبلوروبين يقوم داخل في الدم، وبالتالي النتيجه ان هيزيد الاثنين اللي هو الهيموجلوبين والكولبلوروبين. الكلينيكال بيكتشر اوف ذا كوز، الكوز ايه؟ هيباتيك ديسيز. وفي حاله الهيباتيك جوندس ما بلاقيش اتشنج بطن. ليه؟ لان البايزولتس مالها مش موجوده في الدم، ما بيحصلهاش ديبوزيشن في السكين فما بتعملش اتشنج. طيب الانفستيجيشن ايه الطريقه اللي بتحصل في البلاط؟ ايه اللي بيحصل في اليورين؟ ايه اللي بيحصل في الفيسس؟ اللي بيحصل في البلاد بلاقي ان الهيموجلوبين والكولبلوبين الاثنين زايدين، عشان كده في حاجه اسمها بايفيزيك زي ما قلت بايفيزيك فاندنبرج رياكشن. بايفيزيك يعني ايه؟ انا اول ما احط الصبغه اللي هي البازوري ايجنت او الالكس ايجنت هيتكون لي بينك كلر. ليه؟ لان في كولبلوبين. طب لما اضيف الميثايل الكحول البينك كلر هيزيد، اللون بتاعه هيزيد هيغمق زياده. ليه؟ لان في هيموجلوبين. لما انا ضفت ميثايل الكحول فصل لي الالبومين عن الفري بيلروبين، فالفري بيلروبين اشتغل مع الدازوري ايجنت او الايرلخزري ايجنت
واداني لون لون بينك زياده، يبقى بقول عليه بايفيزيك فاتنبرج رياكشن. طب اليورين هلاقي فيه ايه؟ اليورين هلاقي الكولبيلوروبين زايد فيه. ليه؟ لان زي ما قلت الكولبيلوروبين موجود في الدم بزياده في الحاله دي، والكولبيلوروبين سهل انه يدخل على الكيدني ويحصل له فلتريشن فيه، فبالتالي هيزيد الايه؟ الدارك براون كالوريشن اوف ذا يورين فروم ذا ستارت. ليه؟ لان اليوروبايلينوجين زايد في اليورين. طب الفيسز؟ انا بقول ان الهيباتيك جونتس فيها سم سورت اوف ابستراكشن، في انترا هيباتيك كوليستيس، يعني في انترا هيباتيك ابستراكشن، فبالتالي الاستيركوبايلينوجين هيقل الاستول، وبالتالي الاستول يبقى لونه بيل. يبقى ببص على الصوره زي ما قلت، المشكله عندي في الحوض، الحوض اللي هو ايه؟ في نظريه الحنفيه والحوض، الحوض اللي هو الليفر. بيحصل في اسباب زي ايه؟ هيباتيتس، ليفر سيروزس، سام دراجز افكت ليفر، سائل بريجنسي، وعرفنا في الباثوجينيس ان الديسيزد ليفر نفسه مش قادر ياخد كل الهيموبيلوروبين. الحنفيه مفتوحه عادي، ولكن الحوض صغير مش ايه؟ مش قادر ياخد كل الميه. تاني حاجه الليفر تعبان، ففي سم سورت اوف هيباتيك ها كاناليكولاي اوبستراكشن، القنوات الصغيره كاناليكولاي تصغير كنال، القنوات الصغيره جدا اللي موجوده في الكبد مالها مسدوده، فهتخلي شويه ايه؟ شويه كولبيلوروبين تقوم داخله في الدم. فالنتيجه الانفستيجيشنز ان الهيموجلوبين والكولبيلوروبين زادوا في الدم، فبقول في بايفيزيك فاندنبرج رياكشن، وبيزيد اليورين كولبيلوروبين، فبلاقي في دارك كلر يورين من البدايه، بيقل الاستيركوبايلين في الفيس، فبالتالي بلاقي في بيل فيس، الاستول بيل، البراز بيل. طيب النوع الاخير في الجندس اللي بنتكلم عنه حاجه اسمها اوبستراكتيف، او يتقال على اكسترا هيباتيك كوليستيسيس او بوست هيباتيك ايه جندس. يهمني اعرف الكوزس بتاعتها، الباثوجينيسيس، الكلينيكال بيكتشر والانفستيجيشن. الكوز انا بقول عليها ايه؟ اكسترا هيباتيك كوليستيسيس، او بقول عليها بوست هيباتيك جندس، وبقول عليها اوبستراكت، يعني في اوبستراكشن بعد الكبد، يعني اوبستراكشن في البايل داكتس، زي في حالات البي اي اس 2، زي في حالات التيومر ان هيدو بنكرياس which presses on bile duct causing its closure. طب الباثوجينيس السكه مقفوله، دي نظريه الحنفيه والحوض، ده بقى الحنفيه سليمه والحوض سليم، لكن التصريف بتاع الحوض هو اللي مكتوم، فتلاقي ان الكبد يسمع كل بيلروبين ولكن ما بيعديش للاستول، ما بينزلش عشان يروح للايه؟ للانتست، لكنه بيزيد قوي في الدم، يبقى بيزيد الكل بيلروبين في الدم، وبيزيد السكريشن بتاعه في اليورين. ليه؟ لان الكل بيلروبين وتصولبل فايزلي ديفيوز ان يورين، فيعمل لي من البدايه دارك كلر يورين. طب الكلينيكال بيكتشر في حالات الاوبستراكتيف جوندس، السكه مقفوله، البايل جايه تنزل عشان تروح للانتست، نلاقي السكه مقفوله، فبيحصل ريتينشن اوف بايل سولتس، البايل سولتس تزيد في الدم، فتروح تترسب في الهارت، تعمل برادي كارديا، تقلل الهارت ريت. البايسولتس تترسب في السكين في الجلد، فتعمل اللي هي الايه؟ بروريتس، او بيتقال عليها اتش. و
البايل سولتس مهمه جدا في الابزوربشن بتاع الفات. طب ماشي الاوبستراكشن ده بيخلي البايل سولتس ما تنزلش الانتست، فيحصل حاجه اسمها ستيتوريه او فاتي دايريه، اللسان بتاعه دهنا due to lack of bile salts in a intestine. طيب الفات سوليبل فيتامين بالذات الفيتامين كي مهم جدا له البايل سولتس عشان تمتص من الانتستين. طب ما فيش بايل سولتس نزلت في الانتستين، يبقى هيحصل ديفيشنسي للفيتامين كي، هيحصل بليدنج تندنس. يبقى الكلينيكال بيتشر مهمه جدا بتاعت الاوبستراكتيف جوندس. الاوبستراكشن ادى الى ريتينشن اوف بايل سولتس، زادت في الدم ادت الى براديكارديا نتيجه ديبوزيشن في الهارت، ادت الى اتشنج وبروريتس او بروريتس بروريتس اللي هي الايه؟ الهرش، نتيجه ايه؟ ان البايل سولتس حصل لها ديبوزيشن في السكن. طيب البايل سولتس ما نزلتش الانتستين فتعمل لي كارثتين، الكارثه الاولانيه استيتوريه او فاتي دايريه نتيجه انها ما نزلتش الانتستين، وتاني حاجه هيقل الفيتامين كي ويؤدي الى بليدنج تندنسي. الانفستيجيشنز عندي ايه اللي بيحصل في البلاد، ايه اللي بيحصل في اليورين، ايه اللي بيحصل في الفيس. اللي في البلاد ايه اللي بيحصل؟ بيزيد الكولبينوروب الدم، وبيزيد انزيم مهم جدا في البن ميتابوليزم حاجه اسمها الكالاين فوسفاتيز. وفي الحاله دي بلاقي في دايركت فاندنبرج رياكشن. طب دايركت ليه؟ لان الكولبينوروب زايد. واليورين بلاقيه ايه؟ دارك براون وزايد فيه الكولبينوروب. الفيسز بلاقيها فيري بي كلي، حتى احنا بنقول عليها واحنا بناخد في الكلينيكال بتبقى عامله زي الطباشير اللي هو ابيض خالص كده. ليه؟ نتيجه ابسنت ستيركوبايلين. لما ابص على الصوره اللي عندي نظريه الحنفيه والحوض، الحنفيه سليمه، الحوض سليم، التصريف هو اللي مكتوم. وانكتم في حالات زي البليري ستون، زي الكانسر هيد اوف بنكرياس، والنتيجه لكده هيحصل ريتنشن اوف كولبينوروبين اند باك ديفيوجن تو ذا بلاد. والمانيفستيشن في براديكارديا وبروريتس واتشي اللي هي اتشنج يعني، واستيتوريا ونقص الفيتامين كي اللي هيؤدي الى ليدنج تندنسي. الانفستيجيشن زاد الكولبينوروبين والالكالاين فوسفاتيز ان بلاد، وفي دايركت فاندنبرج رياكشن، وفي زياده في اليورين كولبينوروبين، وبالتالي في دارك براون يورين، في ابسنت ستيركوبايلين ان فيسز، وبالتالي في فيري بيل او بقول عليها كلي كارل فيسز او ستول. يبقى انا عرفت انواع الجوندس، قارنت ما بين الهيموليتيك جوندس والهيباتيك جوندس والاوبستراكتيف جوندس. ممكن تحصل الجوندس زي الحاله بتاعتنا اللي احنا اتكلمنا عنها بعد الولاده في اليومين الاولانيين، بعد يومين ثلاثه كده او بعد يوم، حتى بعد ساعات من الولاده بيلاقي الطفل كان نازل كويس مفيش حاجه، بعد يوم ولا اتنين الاقيه بدا يصفر. دي بقول عليها فيسيولوجيكال جوندس او بقول عليها نيونيتال جوندس، بس الاساس لان النيونيتال في منها باثولوجيكال وفي فيسيولوجيكال، اللي اقصدها هنا الفيسيولوجيكال، لان فرق بينها وبين الباثولوجيكال ان الباثولوجيكال جوندس العيل بيبقى نازل اصفر، عنده جوندس نازل كده، لكن في خلال يومين لسبع ايام العيل بدا يصفر، ده بقول على غالبا فيسيولوجيكال جوندس. يبقى الفيسيولوجيكال جوندس محتاج اعرف هي بتحصل امتى وفين، اسبابها ايه، الفيت بتاعها ايه، واعالجها ازاي. اولا بتحصل فين؟ في النيولي بورن انفانت من 2 ل 7 ايام افتر بيرث. يبقى العيل في خلال من يومين ل 7 ايام بعد الولاده بدا يصفر، ده بقى فيسيولوجيكال جوندس. طيب اسباب الفيسيولوجيكال جوندس ايه؟ في رابيد ديستراكشن اوف هيموجلوبين افتر بيرث. خلي بالك العيل هو جنين في بطن امه زي ما خدنا في البلاد، بيبقى عنده حاجه اسمها ريلاتيف هايبوكسيا، يعني الاكسجين اللي بيتنفسه من الام اللي بياخده من دم الام زي ما يكون بيتنفس من الجو، فبيبقى عنده ريلاتيف هايبوكسيا. واحنا عارفين ان المين ستيمولانت فور ار بي سيز فورميشن از ايه؟
اي بوكس، فبالتالي العيل بيبقى مولود وعنده ار بي سيز كتير قوي ومع الوقت بتتكسر، فبيزيد الرابيد ديستراكشن في الار بي سيز، وبالتالي رابيد ديستراكشن اوف هيموجلوبين افتر بيرث يؤدي الى فيسيولوجيكال جونس. العيل في الايام الاولى بعد الولاده بيكون الجلوكيرونايل ترانسفيرز مايلدلي ايه ديفيشنت، لان الليفر بيكون لسه بريماتيور بالذات في البريماتيور بيبس، فهيؤدي الى ديفكت في الكونجوجيشن، فبالتالي يؤدي الى ايه فيسيولوجيكال جوندس. طيب هل الفيسيولوجيكال جوندس بتدمها مع الطفل ولا بتختفي ولا ايه اللي بيحصل الفيت بتاعها؟ الفيسيولوجيكال جوندس ممكن تختفي في خلال اسبوع، يبقى تركزوا فور وان ويكز اند ديسابير. طب نعالجها ازاي؟ في الغالب ما بتحتاجش علاج، بس لو احتاجنا علاج بنعالج الطفل ازاي اللي هو الفيسيولوجيكال جوندس؟ بنعمل لهم اكسبوجر لحاجه اسمها بلو لايت، يقول لك ايه في لند معينه اللي هي زي اللمبه النايل وكده كده، بس دي في لند مخصصه بتطلع لي بلو لايت. البلو لايت ده ابزورب بايد عرض السكين بتاعت الطفل لها وبغطي عليه طبعا. اما الطفل يتعرض الجلد بتاعه يتعرض لهذا البلو لايت هيحصل ايه؟ ابزوربشن لهذا البلو لايت باي بلوروبين ان ذا بلازما اوف ذا سكين فيسل، وهيتحول هذا البلوروبين لمور ووتر سوليبل ايزومر علشان يحصل له اكسكريشن في الايه؟ في البايل اند يورين. يبقى انا كده عرفت الفسيولوجيكال او نيونيتال جوندس، وعرفت اتكلمت على الفاندنبرج رياكشن. تو سمرايز الكلام اللي انا اتكلمت عنه النهارده، انا اتكلمت على ستيبس اوف بايل بيجمنت فورميشن، اتكلمت على الجوندس وعرفت انواعها ايه، اتكلمت على الهيموليتيك جوندس، قارنت واتكلمت عن الفرق ما بين هيباتيك واوبستراكتيف جوندس، واتكلمت على الفسيولوجيكال جوندس. لو جه قال لي كومبير اند كونتراست ما بين مثلا هيباتيك وهيموليتيك جوندس او هيباتيك وبستراكتيف اي نوعين من الجوندس، مجرد انك تعمل جدول وبتكتب دي بالتفصيل هنا في عناصرها، ديفينيشن ايه، اسبابها ايه، باثوجينيسيز ايه، الكلينيكال بيكتشر ايه، الانفستيجيشنز ايه، تكتب دي هنا وتكتب دي هنا، يبقى انت كده عملت المقارنه. تاخد نمط لبعض اسئله الام اس كيو. اول سؤال بيقول لي اوبستراكتيف جوندس از كاركترايزد باي ويتش اوف ذا فولوينج، ركز كده اوبستراكتيف جوندس، ركز مع الاوبستراكتيف جوندس هلاقي في بريزنس اوف اتشنج او بروريتس في هرش. تاني حاجه يبقى الاجابه عندي بي. السؤال اللي بعد كده رقم اثنين، جوندس ان هيريديتري سفيروسايتوز از اوف ويتش تايب، ممتاز اللي هي بري هيباتيك جوندس الهيموليتيك جوندس اللي هي رقم سي. السؤال اللي بعد كده، جوندس ان ابيشنت ويز فايرال هيباتيتس از اوف ويتش تايب، شاطر رقم بي هيباتيك جوندس. السؤال الرابع، السيركوبايلينوجين از ابسنت ان ستول ان ويتش تايب اوف جوندس، اه شاطر في الاوبستراكتيف جوندس اللي هي رقم سي. السؤال اللي بعد كده رقم خمسة، which one of the following is accompanied by indirect Vandenberg reaction. Indirect Vandenberg reaction يعني الهيموبيلوروبين هو اللي زايد، يعني معناها هيموليتيك انيميا. انهي في دول هيموليتيك انيميا؟ يبقى رقم بي اريثروبلاستوس فيتاليس. سؤال رقم ستة، which one of the following is accompanied by direct Vandenberg reaction. Direct Vandenberg reaction يعني معناها كل بيلوروبين هو اللي زايد، يعني معناها ايه؟ obstructive jaundice. أنا في اللي جايين دول اوبستراكتيف جوندس؟ ها؟ شاطر اللي هي رقم A تيومر ان هيد اوف بنكرياس. السؤال بعد كده السابع، which one of the following is accompanied by biphasic Vandenberg reaction. biphasic Vandenberg reaction معناها ان في مشكلة في الليفر، ليفر ديسيز. يبقى رقم A رقم D لفاسيروز، شاطر. السؤال اللي بعد كده رقم 8، which one of the following كوز اوف جوندس از اسوشيتد از اتشنج، يبقى انا بتكلم على اوبستراكتيف جوندس. انا بقى في اللي جايين دول اوبستراكتيف جوندس، ممتاز رقم ايه؟ ليا تيومر ان هيد اوف بنكرياس.
السؤال اللي بعد كده السؤال التاسع which one of the following is excluded to be a feature of obstructive jaundice. excluded يعني تستبعد يعني ما هيش feature of obstructive jaundice. ها فكر كده. ممتاز اللي رقم B ما هيش deep brown stool. طب العكس طب يبقى clay colored stool whitish stool. بس الاجابه رقم P. السؤال رقم 10 كلي كالرد ده لسه بقول اهو فيري بيل. كلي كالرد ستول از ا فيتشر اوف ويتش اوف ذا فولوينج. هي فيتشر من الاوبستراكتيف جوندس. انهي واحده من دول اوبستراكتيف جوندس؟ ممتاز رقم C اللي هي اوبستراكشن اوف بايل داكت. السؤال اللي بعد كده رقم 11 ويتش اوف ذا فولوينج فاليوز ريبريزنت ذا نورمال بلازما بيلروبين ليفل. ها فكر كده. ممتاز رقم ايه اللي هي 5 من 10 مللي جرام بير ديسيليتر. السؤال اللي بعد كده جوندس از كونفيرمد ات ويتش ليفل اوف بلازما بيلروبين. ها فكر. ممتاز اللي هي رقم دي 4.3 من 10 لان انا عارف ان النورمال بيلروبين ليفل ها ممكن يوصل اب تو 2 ازيد من 2 يبقى انا بأكد ان في ايه؟ بأكد ان في جوندس. يبقى الجوندس كونفيرمد امتى؟ لما يكون البيلروبين ليفل اعلى او عند انهي ليفل في دول؟ 4.3 من 10 اللي هي الاجابه رقم دي. السؤال اللي بعد كده رقم 13 which of the following is a feature of hepatic jaundice؟ الهيباتيك جوندس بتمتاز بايه؟ هل دايركت فاندنبرج رياكشن؟ لا. ديكريز بلاد كول بيلروبين؟ لا. انكريز دي هيمو بيلروبين؟ ايوه بيزيد الهيم بيلروبين وبيزيد الكول بيلروبين يبقى الاجابه رقم سي. السؤال رقم 14 ويتش اوف ذا فولوينج از ا فيتشر اوف بري هيباتيك جوندس او بقول عليها هيموليتيك جوندس. هل بلاقي فيها دايركت فاندنبرج رياكشن؟ لا. هل الاقي في ديكريز في البلاد كول بيلروبين؟ مش في شراكه. هل بلاقي في انكريز دي هيموبيلروبين؟ ايوه بلاقي في انكريز دي هيموبيلروبين. ليه؟ لان ده بري هيباتيك يعني فيه هيموليتيك ايه؟ جوندس. السؤال اللي بعد كده which of the following is a feature of post hepatic jaundice؟ post hepatic اللي هي الاوبستراكتيف جوندس. ممتاز يبقى الاجابه رقم ايه؟ دايركت فاندنبرج رياكشن لان اللي زائد كل بيلروبين اللي هو الدايركت ايه؟ بيلروبين او كونجوجيتد بيلروبين. السؤال اللي بعد كده رقم 16 ويتش اوف ذا فولوينج از ا كاركتر اوف هيمو بيلروبين. هذا الهيمو بيلروبين هل هو باوند للالبومين؟ ايوه يبقى الاجابه رقم ايه؟ هي صح انه باوند للالبومين. السؤال اللي بعد كده رقم 17 في سيريشكال جوندس is characterized by which of the following. هل الانفنت is born jaundiced؟ لا. هل هي treated by exposure to blue light؟ ايوه صح. السؤال اللي بعد كده رقم 18 lack of bile salts in intestine causes which of the following. ممتاز رقم A ستيتوريا او بتقال عليها ايه؟ فاتي دايريا. وادي الانسر كي بتاعتنا وكده بقت الحاله واضحه. حاله ايه؟ نيونيتال جوندس فيسيولوجيكال جوندس. العيل كان كويس وكل حاجه لكن يومين بعد الايه؟ الولاده بدا يظهر عليه اليولوجي ديسكالريشن اوف سكين اند ميوكاس ميمبرين دي حاله جوندس. البيلروبين ليفل كان 7.5 مللي جرام بير ديسيليتر لا عالي قوي. فالحاله شخصت انها فيسيولوجيكال نيونيتال جوندس. وادي الريفرنسز بتاعتي. ارجو ان الامور تكون واضحه. بالتوفيق ان شاء الله.